السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ده تالت فيديو ان انا اعمله. عايز اسألكم عاملين ايه في الحظر؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا النهاردة هتكلم عن الابراج، واكيد هختار برجي. انا برج العذراء. كنت عايزة اتكلم عن صفات البرج العذراء. بشوف ان برج العذراء يعتبر من الشخصيات الذكية جدا اللي انت ممكن تقابلها في حياتك. شخصية جذابة، بتحب دايما الترتيب والنظام بطريقة فظيعة في كل شيء. شخصية بتكون عايزة كل حاجة بيرفكت حواليها، ودي يمكن مشكلة تعتبر عندها بالنسبة لناس تانيين لما بتتعامل معاهم. شخصية تعتبر بتحب الناقدة بطبيعتها، يعني بتحب تحلل كل حاجة، قاعدة تقعد تفكر ده حصل ليه وده ليه، وبتتعامل بطبيعتها جدا. وعندها الحادثة السادسة، لدرجة ان انا بقعد اقول مش يعني ما بحاولش اقعد افكر او خيالي يبعد كتير بحاجات مش حلوة، لان انا جربت قبل كده الموضوع ده وحاجات حصلت لي في حياتي فعلا. فدايما بحب اكون متفائلة، واحب حتى لو تخيلت اي حاجة بتخيلها بطريقة حلوة. تاني حاجة هتكلم عليها، ان من الشخصيات برضو برج العذراء شخصية صعب ان انت ترضيها اصلا. دايما بتحاول تفكر في شريك حياتها ان هو يكون نفس مستوى تطلعاتها، ان هو يحقق رغباتها، لان هي في نفس الوقت بتكون شخصية طموحة جدا، فبتكون صعبة في بعض الاحيان. طبعا هتكون انها شخصية رومانسية، بتحب كل حاجة، بس برضو ما بتخليش العاطفة هي المسيطرة اللي بتسيطر، لان عقلها دايما بيفكر شغال. فما اعتقدش ان هي بتكون شخصية رومانسية يعني جدا. بتحب بالنسبة نقول للعمل، شخصية بتحب الشغل جدا، بتحب كل حاجة تكون مظبوطة صح. شخصية ممكن هنقول انطوائية بالنسبة للناس اللي اتعاملت مع برج العذراء، اكيد عارفين كده. ما بتعرفش تتعود على حد بسرعة، وده يمكن انا بشوفه مشكلة وحصلت لي. انا عايشة في دبي من مصر وشغالة محامية، فكنت يعني بمناسبة الموضوع ده، فكنت اول ما جيت دبي اشتغلت في مكتب، بعديها غيرته قلت بتطلع لحاجة احسن، رحت مكتب تاني. يمكن التيم وورك كان اكبر عن المكتب الاولاني، ف في ناس اكيد حبتني جدا لان انا شخصية بتعمل على طبيعتي، وفي ناس للاسف لما بيكونوا من بلدك وهم يعني يعتبر بيحاربوك في شغلك، فدي مش حاجة كويسة، علشان انا يمكن ما كنتش يعني عارفة اخد عليهم قوي. فاثناء الظروف بتاعت اول ما حصل وظهر موضوع كورونا الفيروس، اتخلوا عن الناس وانا كنت منهم، وكان شغلي لسه، العقد بتاعي كان لسه غير محدد المدة. وفي ناس طلعت بيهم وكسبتهم جدا، وبكون معتزة جدا بصداقتهم وبيسألوا عليا. فبشوف ان دايما مشكلة برج العذراء ان هو مش اجتماعي، ودي اكتر حاجة وبحاول اشتغل فيها على نفسي، لان دي فعلا انا بالنسبة لي بشوفها ان هي مشكلة. او برضو من العيوب اللي انا بشوفها برضو، ان احنا بنقعد ننتقد كتير الاخرين حتى لو احنا بنحبهم، وده ممكن بيعكس العلاقة، علاقتنا بالآخرين. في ناس بتشوفنا يعني بطريقة سلبية، مش في ناس ما بتحبش حد ينتقدها، بس احنا انا عموما ممكن انتقد حد وانصحه حتى لو انا ما بعملش بالنصيحة دي، فدي برضو مشكلة. وبرضو من الحاجات اللي انا بحسها برضو من عيوب شخصيات برج العذراء، ان هم ناس بتفكر على طول، دايما بتحس بقلق على طول، مخها مش بيقف خالص عن التفكير. يمكن بحس الوقت اللي انا ممكن بفصل فيه ان انا ما بفكرش فيه فعلا حقيقي هو لما باجي انام. تالت حاجة برضو من العيوب ببرج العذراء، من صفات برج العذراء، ان هي بتكون شخصية خجولة جدا ومنغلقة. هو ده اللي انا قلت عليه في اول عيب، ان يعتبر شخصية انطوائية، فدي حاجة مش صعبة فعلا.
وشخصية لما بتكون زعلان ما بتحبش ان انت تتكلم مع حد وفي حواليك ما بيقدروش يفهموا كده اصلا، فبتيجي بالعكس خالص انا بشوفها يعني. فانا عموما بحب لما بكون متضايقة ما بحبش اتكلم مع حد خالص خالص يعني، انا زي مع نفسي منعزلة متقوقعة داخل نفسي يعني. ممكن نكون متقلبين مزاجيا خالص وصعب ان ممكن حد يرضينا، واثقين في نفسنا بس مش ما بنثقش في حد بسرعة خالص. فينا حتة برضو جزء من العند ان احنا دايما بنبقى متمسكين بآرائنا ودايما بنبقى شايفين رأينا هو الصح. أهم حاجة بشوفها لما ممكن شخصية تعرفت على حد من برج العزاء، أكتر حاجة بتحب تحس بيها الأمان. دايما عندنا شعور إن احنا مظلومين وممكن اللي حوالينا بيقولوا حاجات ممكن مش بتعجبنا مش بترضينا عن نفسنا، بس احنا بتكون يمكن بتعدي بفترة زي دي أو ممكن يوم يعدي عليك ما تبقاش طايق أي حد. بس دايما انا بشوف ان شخصية بتاعت برج العذراء شخصية متفائلة ما بتحبش تعيش دور الكآبة، بالعكس خلاص اليوم خلص عدى تاني يوم يوم جديد بتفكر بطريقة جديدة. واحب اقول لكم لازم ما نثقش في اي حد، في ناس بتستغل ذوقنا وطيبتنا بطريقة بتفهمه بطريقة تانية خالص انه بيكون حق مكتسب ليها. فانا فخوره جدا ان انا برج العذراء، لان انا بشوف انه فعلا اكتر ناس طيبه وعلى طبيعتها يا برج العذراء، ما فيش حته الخبث واللؤم والكره، وما بنعرفش فعلا نكره وما بنعرفش نكون قلالات الذوق مع حد خالص. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتكتبوا في كومنتات تحت لو عجبكم وتفعل الجرس، وأتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.